السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي الطقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الطقس المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع. نهار اليوم ساعدت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة استمرت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والشمالية، بينما كانت حول معدلاتها في باقي المناطق. ننتقل الآن لاستعراض المحاور الرئيسية التي سنستعرضها خلال هذه النشرة، وهي الطقس المستقر المستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. درجات الحرارة أقل من المعدل في بعض المناطق لكن سترتفع في مناطق أخرى، سنستعرض هذه التفاصيل خلال هذه النشرة. وأيضا استمرار لليالي الرطبة وارتفاع في نسب الرطوبة السطحية في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية بشكل متكرر خلال عطلة نهاية الأسبوع. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم المناطق من الغيوم بسبب سيطرة لمرتفع جوي في عموم شبه الجزيرة العربية. كما ذكرنا خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم، ساد طقس صافي خلال ساعات الصبيحة وأيضا خلال ساعات النهار. هذه الأجواء المستقرة يتوقع أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة تحديدا ويومي الجمعة والسبت تبدأ رياح رطبة بالهبوب هنا في أقصى جنوب المملكة أو أقصى جنوب غرب المملكة، تحديدا منطقة جازان وعسير، حيث تصبح الفرصة مهيئة لبعض التشكلات الركامية الرعدية خلال يومي الجمعة والسبت، على أن تتلاشى أو تضعف حدة هذه الأمطار خلال بداية الأسبوع القادم. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة خلال الأيام القادمة، تحديدا من يوم الخميس إلى يوم السبت، حيث يلاحظ استمرار سيطرة الكتلة الهوائية باردة نسبيا في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية، بينما الكتلة الهوائية الدافئة التي تسيطر هنا في المنطقة الغربية يتوقع أن تشتد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتالي ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية تحديدا منطقة تبوك وعموم الجهة الغربية من المملكة. درجات الحرارة تصبح نوعا ما أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، بالعكس المنطقة الشرقية ستستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس رطب، فرصة تشكل الضباب الخفيف، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 11 الرطوبة مرتفعة 82%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة طقس مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخلال بداية الأسبوع القادم درجات الحرارة تبقى مستقرة حول 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 11 و12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، نتمنى عطلة نهاية أسبوع موفقة للجميع وإلى اللقاء.